السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. طبعاً كبداية اللي بتكلم عن الجالكسي S20 شلو في الوسط عندهم، ما أدري شو اسمه. مهم إن ثلاثة الأجهزة دي كبداية أنا ما شلت الجهاز، وبراح أوضح شيء. بعض الأشخاص يحسبون إني أكره الأندرويد كلش، أنا من النوع اللي أحب التقنية، يعني أحترم الأندرويد، ما في عداوة بيني وبين الأندرويد، فما بالك اني يصير عداوه بيني وبين شخص انه يحب الاندرويد. لا، اخوي علي يستخدم الاندرويد، ابوي يستخدم الاندرويد، وانا شاري له جوال اندرويد، امي تستخدم اندرويد كانت، وانا شاري لها جوال اندرويد استخدمته، وبعدين شريت لها ايفون استخدمتها، فالحين تستخدم ايفون. اوكي، لكن على حسب الشخص، على حسب اللي رايحه، يعني انت شو الشيء اللي تحبه اشتره. اوكي، كل شخص على حسب اللي يستخدم، على حسب كل شيء يعني. ف ما افضل السياره ذي احسن من السياره ذيك اللي هناك، لا، كل واحد على احتياجه وكل واحد على اللي يبي. فابى اقول لكم رايي في الجالكسي اس 20 الترا اخر واحد. ما راح ابدا على الاس 20، اتوقع ان السنه راحت ما سمته كذا، بس لان الحين في ايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، فسمته الحين اس 20، ولا كان سمته اس 20 لايت. المهم ما راح ادخل هذه الاشياء. لا، برضو اللزقه، برضو الاس 20 الترا لو ما فتح الجهاز فيه هنا ستيكر من الخلف، بس نفس الايفون الجديد في الايفون، ما في الامام كلها. المهم، فخلنا نتكلم الحين عن كل شيء ونشوف لكم الميزات او الاشياء اللي تعجبني كهاردوير. ما راح اكلمكم عن الاندرويد نفسه، اكلمكم عن هاردوير، عن قطع يعني. اول حاجه الشاشه ممتازه جدا جدا، لكن الميزه موجوده اللي هي 120 هرتز الريفرش ريت، او انه ايش يسمونها؟ الفريمات حق استخدام الجهاز، يعني تنقل بين الجهاز او الاشياء دي 120 هرتز. الشيء الطبيعي اللي نستخدمه احنا 60 هرتز. حلو، ممتاز، والكل يستخدمه الى الان. بالنسبه لي ممتاز ال 60 هرتز، لكن اذا كان في اوبشن او خيار ثاني اني اروح حق ال 120 راح افضل ال 120، وافضل النقطه انه في الجالكسي موجوده الحين، او في الاندرويد موجوده. طبعا ابل نزلتها من زمان في الايباد برو، مش الايباد برو الاخير 18 اللي قبله، يعني قبل 4 سنوات برضو تقريبا موجوده. ابل يوم نزلتها ما صار في فرق بين في هوا، بس الحمد لله حط قطعه المايك، فان شاء الله ما يطلع هوا عندكم قوي. فابل حطتها في الايباد، يعني ابل مسوي حركه انه ما تاثر كثير من البطاريه. ابل اوبتمايز حقها وكل شيء، ومعالج، يعني ابل نزلت الميزه تخلي المعالج نفسه وهو اللي يقدم للميزه، او هو اللي يتاقلم مع الميزه. فحركه حلوه من ابل، كانت تظهر في الايفون الجديد، لكن 120 هرتز ممتازه. لكن هل اذا شريت الاس 20 الترا، الالترا مع ال 5000 ملي امبير البطاريه الكبيره، هل راح تحس ال 5000 تعطيك القوه حق يوم ونص مثلا؟ لان 5000 يوم ونص قليل يعتبر، لكن على 120 هرتز كفايه وحلو ممتاز. فاذا اعطتني الخيار الاوبشن، طبعا اول ما تشتري الجهاز ما راح يكون على 120 هرتز، تقول لك ابل او ابل متعود على كلمه ابل، تقول لك سامسونج انه موجود الميزه لكن تشتري لا تشغلها، يعني ليش مطفيتها هي؟ علشان اكثر الاشخاص اللي بيشترون الجهاز اصلا ما يدرون او ما راح يحسون 60 او ده 60 مش 120، الا لازم يعني الاشخاص التقنيين او اللي يعرفون الميزه او سامعين عنها عشان يخش الاعدادات ويشغلها. اوكي، فاذا كانت موجوده وقالت لكم الميزه موجوده لكن طافيه، يعني ما اتوقع ان فوق 90% يمكن من الاشخاص، او نقول 80% من الاشخاص اللي بيشترون الجوال راح يشغلونه، ونقول 20% مثلا ما راح يشغلونه ولا راح يدرون اصلا. فميزه حلوه، لكن زي ما قلت لكم كافرج ما راح تستخدمها كثير، راح نشوف قدام يعني انه تشغلها. طب هذه الميزه دي، وتخيل انك تشغل مثلا لو بتشغل 120 هرتز مع ال5G. اوكي، نجي لحق ال5G. انا من الاشخاص اللي التقنيه احبها واحب الشيء، حتى لو اني اقول لك الان مش وقتها، لكن حلو انه لو موجود، يعني لو موجود الحين اقول لكم خلاص هذا وقتها. فانا اقول لكم الى الان مش وقتها. ليش؟ حتى لو ان الجهاز يدعم ذي الميزه، ولو ان عندك البورد جيمك مثلا او البوكس هنا موجوده حق ال5G، وتشاري الجهاز وقاعد تستخدم الجهاز انت، الجهاز ما راح يستحمل. الجهاز حتى لو 5000 ملي امبير الحين، الميزه موجوده، يعني الشركات يقول لك اوكي الميزه موجوده، لكن انت كطبيعه ما راح تستخدمها. يعني شو اقول لك اياها؟ مثلا اجيب لك سياره فيها حوض، مثلا تراك بيك اب، اوكي اعطيك اياها واقول لك في حوض تقدر تحمل فيه. طيب حجم الحوض تحس انه يستحمل مثلا كحجم مثلا 10 طن مثلا،
لكن قدرة السيارة ما تحمل له 5. فهذه المشكلة، أنه تقول لك سيارة الشركة موجود، لكن أنت كطبيعة راح تستخدمها طبيعي لا. ليش؟ لأنك أنت أصلاً، يعني هذا بس المثال، لأن الجوال حقك أنت أصلاً ما راح تقدر تستخدمه استخدام الطبيعي 5G، الجهاز راح يسخن. المشاكل دي طبعاً موجودة مش بس هنا في دول الخليج، في كل مكان، يعني خصوصاً حتى الجو يأثر. أنا جوالي هنا مثلاً الحين قاعد أكلمكم، هذا الجوال حقي ثلج يبرد، يعني لدرجة أنه تجيني أحياناً إشعار مرة مرات نسيب السيارة، وبرضه مرة مرة قلت أتكلم كل شوي عكس في إيدي من كثر البرد، أفر جهاز حقي ليش؟ يقول لي الجهاز أن درجة الحرارة نازلة كثير، لازم تدفي الجهاز. فيفرق في سخونة الجهاز. فأنت إذا تستخدم الـ5G، الـ5G راح تأثر على البطارية كثير. لا تتوقع أنك شريت 5000 ملي أمبير راح يجلس معك يومين وأنت مشغل الـ5G. أشخاص كثير، يوتيوبر كثير شفتهم في دول الخليج، يوتيوبر يموتون في الأندرويد، يحبون الأندرويد، وللأسف أنه مش ما يحترمون الأيوسات، صفر الله أسمع الكلمة دي، في النظام يعني لا أيو إس ولا أندرويد، لكن كبشر نحترم بعض كان في الاستخدام. يعني أوكي أنا أحب الأندرويد، أنت تحب الآي أو إس، أنا ما أحب الآي أو إس، لكن أنت كإنسان ما راح أجيب لك أي كلمة، ما راح أمثل حتى لو أني بالكلام عن النظام، يعني لو أني بسب النظام ما راح أقلل من قيمة النظام حتى للشخص اللي يلمس النظام. مثلا لو أشوف جهاز هنا مرمي في الأرض أو جهاز موجود على المكتب كل شخص يستخدمه، أجي مثلا وأقص له مثلا، أو أني ما ألمسه، أقول أتنجس مثلا، ما ألمس الجهاز. ليش؟ أنت ما تمثل أن الجهاز واسخ، لا أنت بس النظام حقك ما تعجبه، ما يعجبك النظام. ده هذا استهزاء مش في النظام، هذا استهزاء في الأشخاص اللي يستخدمون النظام، هذا من قلة التربية. فهمت شلون؟ أحترم كل شخص، لكن الشخص اللي يحترمني ويحترم رأيي هذا حلو، وأنا أحترم أي شخص ورأيه. فالمهم خلنا نرجع حق الجلاكسي، أحس أنه رحت بعيد. أوكي المهم، فصعب أنك تشغل الـ5G على الاس 20 الترا، حتى لو انك تشغله صعب انك تستخدمه استخدام طبيعي. فاستخدامك الطبيعي ما راح يكون استخدامك نفس الـ LTE. اشخاص كثار، اشخاص اعرفوا من يحبون الاندرويد ويحبون الاجهزه، وهم بلسانهم قالوا الكلمه دي اني انا مطفي الفاي، اوكي يقول لك ميزه الـ5G موجود في الجهاز، لكن هل تستخدمه؟ لا مطفيها، يقول لك انه تحرق الجهاز، تحرق البطاريه كثير. في حركتين يعني من حرق البطاريه، ان مثلا المعالج يسخن، البطاريه تسخن خلاص يحرق البطاريه، او ان الشغل قوي على المعالج ف اوريدي بيحرق البطاريه، فمجهز الحراره والشغل القوي. شغل قوي يجيب الحرارة عشان يحرق البطارية، فكلها مشبوكين مع بعض. فتخيل انك تشغل 120 ومشغل 5G، احسب بس البطارية شوف كيف تنزل، لكن شيء حلو. طيب خلنا نتكلم عن، يعني انا اتكلم ان الجهاز الميزات موجودة فيه حلو، لكن ما تدعم او ما تقدر تستخدمه في الاستخدام الطبيعي، فيمكن في المستقبل الارقام دي تكون ممتازة. طيب خلصنا من الشاشة، ممتازة 5G ممتاز. نتكلم عن الكاميرات، كاميرات ممتازة، لكن بالنسبة لي انا ورأيي بهذا الشيء اعطيكم اياها باختصار، او خلنا اتكلم لكم بعدين اجيب لكم الزبده باختصار بالسمر، يعني حق الموضوع له. الكاميرا 8K ممتازه كرقم، ميزه ممتازه، لكن وين استخدمها او وين راح احتاجها ما ادري. فانا مثلا انا جوالي الايفون حلو انه يصور 4K 60 فريم، لكن لو تلاحظون اخر شهر يمكن او شهرين برضو قللت ال 4K، خليت يمكن 2K تقريبا الاستخدام، لنا اعرف اشخاص الى الان محتواهم فول اتش دي. اعرف اشخاص يصورون في اليوتيوب وعندي في القناه وتكرم موجودين هنا يصورون 720، يقول لي يا سن ليش؟ يعني الاشخاص انت شو اللي تبي تشوف؟ يعني اذا كنت بصور طبيعه يمكن وبقوي الشيء، لكن يجي حق الشخص الثاني انه وين راح تشوف ال 8K؟ تشتري تلفزيون قيمته كم؟ 10000 دولار عشان تشوف ال 8K، او انك تروح لازم تشتري عندك شاشه 8K برضه غاليه، لكن 6K موجوده، لكن لازم تستخدم بالكروم تقريبا، تفتح متصفح الكروم بالبي سي وتشغل ريزولوشن هناك يدعم ال 8K. ف مشوار الآن الـ 8K فرد عضلات ما لها داعي في الكاميرا، في المستقبل يمكن. يعني أنا بالنسبة لي ستاندر إلى الآن الفول اتش دي 1080 هو ستاندر إلى الآن، يعني لا تصور تحت الـ 1080، خلك على 1080 حلو، توصل الـ 2K 4K حلو ممتاز. الـ 4K أتوقع إلى 4 سنوات قدام يمكن يصير هو الستاندر ويمشي، بعد الأربع سنوات 3 سنوات يمكن يصير الـ 8K، لأنه صعب أنك تشتري تلفزيون، صعب أنك تستمتع بالـ 8K الآن. الـ4K وبعض الأشخاص ما عندهم 4K برضو، فهذه الأشياء كلها لحق الكاميرا. لو بتكلم عن الزوم ما له داعي، أنا بالنسبة لي الزوم ذا 1000 ما أدري 100X أو 50X الزوم اللي تروح وتشوف إلين هناك تشوف الرسمة أو اللوحة، بالنسبة لي الحركة تقنية موجودة
راح تتكنسل قدام نفس او ما نزلوا اوه الشاشه منحنيه في الجنب بعد فتره كنسلوها. اشياء كانت موجوده من قبل وتكنسلت. يعني تحس انه تنزل التغنيه بعد شهر شهرين. تذكرون شاشات الكيرف حق تي في تكنسلت بعدين. فبالنسبه لي هذا من بعض الميزات. يمكن احتاج اغير ال 100 اكس دي اخليها مثلا المايكرو اني اصور الشيء الصغير بالعدسه تكون بالنسبه لي افضل. راح احتاجها او تفيدني اكثر من ما ازوم كثير ذي الحركه. فما بعجبني ال 100 اكس. كاميرات ممتازين لكن بالنسبه لي كواليتي الكاميرا ال 8K انها تصير الوانها كويسه. ما ابي 8K ولا في المستقبل 16K والالوان باهته، الوان مو واضحه عادل. فافضل عن الالوان يعني كيف الشيء اللي اشوفه الان بعيوني انت تشوفونه نفس اللون نفس كل شيء. فهذا اللي اتمناه. و 8K و 24 فريم ما بعرف حتى توصل 30 بعدين يصير 60. فهذه الاشياء دي تمنيت برضو على الشاشه لما نرجع نتكلم عنها نسيت ما قلت لكم ان سامسونج حاطه 60 و 120. تمنيت انه يكون في النص 90 هرتز. يمكن في المستقبل يكون ستاندرد 90 هرتز بعدين يصير 120. اتوقع انا الميزات اللي نزلتها الثوريه الميزات القويه اللي نزلت الحين في السامسونج جالكسي اس 20 الترا يعتبر ميزات ستب او خطبه للمستقبل. جهاز فيه الميزات لكن مش الاستخدام الطبيعي. ممكن في المستقبل راح يكون الاستخدام الطبيعي باجهزه ثانيه، لكن هذا الجهاز اللي مثل ما تقول نص المشوار الحق اللي قدام. الميزات اللي موجوده الحين قدام راح تنزل الميزات ثباتها افضل بكل شيء. يعني موضوع تقريبا الكاميرات نزلها تهريده الحين بيعدلون مشاكل في الكاميرات. الفوكس مش كويس لكن شيء طبيعي ذا والتعديل كلها سوفت وير وتعدل يعني. لكن كهاردوير نتكلم الجهاز ممتاز والحمد لله ان نزلوا الاي سم برضو فيه فحركه حلوه. تقريبا هذا كل شيء. حجم الشاشه اس 20 الترا يمكن بعض الاشخاص يعجبهم كحجم كبير. فهذه الاشياء اللي قاعدين نروح لها الحين. البطاريه الضخمه ذي حجم الشاشه. يمكن حتى الايفون الجديد البلس راح يكون اكبر برضو او الماكس. فنشوف قدام ايش بيسوون. حركه حلوه ان الكاميرا الاماميه برضو نرجع نقول لكم البكسل ما له داعي. يعني انا ما راح ازوم الكاميرا الاماميه عشان البكسل لكن الحمد لله انه يصور 4K 60 فريم. حركه حلوه. بس تقريبا هذا انطباعي وهذا الاشياء اللي شفتها وهذا رايي يعني عن الميزات اللي موجوده في الجلاكسي او التحديثات اللي موجوده في الجلاكسي. كاميرا ممتازه، كاميرا اماميه تمنيت انها ما تكون في النص تكون فوق. تمنيت انها تكون نفس الستن تقريبا السن راحت يكون يمين وليسار. افضل بكثير انه يكون في النص كذا فوق او انه يرفعونه فوق يخلونه دمعه. احسن بالنسبه لي افضل يعني. لكن كل واحد واختياره. حجم الكاميرات اللي ورا يعني ابو صوت مربع قالت لا خليها مستطيل واكبر. يعني الكاميرات كبيره من ورا كبيره مره يعني. لكن كل واحد تفضيله وكله شكل. بتحط غلاف انت وخلاص يتواصل كل شيء وتنسى كل شيء. بس السبيكرات ما سمعت كلام عنهم كثير ولا سمعت اشياء لكن هذا الجهاز وهذا كل شيء وهذا انطباعي للجهاز وهذا اللي حبيت اوصله لكم بس. وهذا رايي وانا احترم اي راي ثاني. كل واحد ورايه واحنا مجرين بشر يعني. كل واحد يفضل اي شيء. واحد يفضل الثلج واحد يفضل الحر واحد يفضل الرطوبه. كل واحد ورايه يعني وكل واحد تفضيله. وقبل ما انهي نسيت اقول لكم اني غيرت سنابي. خليت سناب الحين خاص يكون حق القناه. انا سناب الرئيسي اللي كنت استخدمه سويته قبل ما ابدا احد القناه اللي بسوي فيها. ففي اشخاص كثار ضايفيني وبس ما يحبون الاشياء اللي اسويها في اليوتيوب. فسناب شات كان حق سناب شات يعني كان في ان الجول حقه والهدف حقه كان نتواصل مع الاصدقاء اللي عندي هنا. ففي عندي اجانب كثار فصعب اني اتكلم بالعربي فيه. لكن الحين خلاص سويت سناب جديد هذا الحساب مثل ما تشوفون يعني. المهم صوروا الشاشه وخش ضيفوني فيه وان شاء الله نبدا فيه مثل ما نقول جمع سلسله شنو سلسلات مو بسلاسل سلسلات صح؟ اوكي نتكلم فيها. احيانا مثلا اسوي الفيديو بعد ما ننزل الفيديو عندكم في القناه اقدر الاشخاص اللي يبون يردون علي يردون علي يسالوني سؤال في سناب شات اقدر ارد عليكم فيديو واجاوب على الكل وبرضه الاشخاص الثانيين يشوفون الجواب ويستفيدون. فحركه حلوه ان كل فيديو انزله اتكلم عنه في سناب شات. المهم ضيفوني ونشوف قدام يعني على دعمكم يخلوني اكمل في سناب شات وتشوفون اشياء يمكن غير التغنيه يومياتي او اشياء ثانيه. المهم ما بطولها لكم ضيفوني. بس ففي نهايه الفيديو مثل ما قلت لكم لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون بفضل دعائكم والسلام عليكم.